مساء الخير، انا احمد خالد دكتور بيطري. هتكلم معاكم عن شويه حاجات تخص الحيوانات المنزليه، وهجاوب عن اهم الاسئله والمشاكل الشائعه اللي بتقابل المربيين، زي ليه الكلب بتاعي مش بيعمل حمام في التواليت، او ليه القط بيرش في اوقات معينه من السنه، وايه طريقه التعامل معاه. هقول لكم عن اهم الفحوصات والوقت المناسب للتزاوج، وازاي ادرب الكلب بتاعي علشان يسمع الاوامر بدون ما يكون شرس. هقول لكم ايه هي كمان اهميه التطعيمات السنويه والجرعات الدوريه اللي دايما بينصح بيها الدكتور، وحاجات تانيه كتير. استنوني كل يوم جمعه الساعه 6 مساء في 101 بيتس. احمد خالد.